أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. خلال ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مؤخرا وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماعات لجان التعاون الصناعي والتجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة صلالة مؤخرا، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة حرص مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منوها بتوجيهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون في هذا القطاع ووضعه ضمن أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة. كما وتمت مناقشة جملة من القوانين التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استعراض مذكرة الأمانة العامة حول أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري. أعلنت شركة بنفت عن تحقيقها 161 مليون و900 ألف معاملة لجميع خدمات التحويلات المالية الإلكترونية فوري وفوري بلس وفواتير، وذلك من خلال تطبيقها بنفت باي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة بلغت 42.14% مقارنة بنفس الفترة من 2022. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. بداية أستاذ، كيف تقرؤون هذا النمو في المعاملات المالية الإلكترونية؟ بداية أشكركم لختريم للاستضافة لإلقاء الضوء على ما شرفت النصف الأول من العام الحالي 2023 في المدفوعات والتحويلات المالية الإلكترونية. هذه المؤشرات طبعا تأتي ولله الحمد، يعني نتأكد أن مملكة البحرين تخطو بخطوة نحو تعزيز مجتمع المدفوعات الإلكترونية اللي احنا دائما نسميه الكاش سوسايتي، وهو ضمن الخطط الوطنية لمصرف البحرين المركزي. نعم. طبعا بلغت هذه السنة قيمة المعاملات المالية الإلكترونية عبر منظمات التحويلات الإلكترونية مثل ما ذكرت في التقرير أكثر من 14 مليار دينار مقارنة ب 12.5 مليار لعام 2022، وكانت بحدود 9.5 مليار في 2021. فالحمد لله نشوف في تزايد. اليوم يعني أصبح خيار المدفوعات المالية والتحويلات المالية الإلكترونية ضمن الثقافة المجتمعية في البحرين وفي كل المجالات وعلى كافة الأصعدة، وهذا جزء من الخطط اللي احنا طبعا في شركة بنفت نعمل عليه بالتعاون مع الشركاء وفق توجيهات مصرف البحرين المركزي وخطط مجلس التنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية. هذا التوجه جعل طبعا مملكة البحرين الثاني عالميا اليوم في تقرير مؤسسة جلوبال داتا بالنسبة للتحويلات المدفوعات الإلكترونية لنصيب الفرد، وهذه النتائج تعزز توقع التقرير بأن مملكة البحرين ستكون إن شاء الله الأولى عالميا على هذا الصعيد بحلول عام 2027. نعم أستاذ عبد الواحد، ماذا عن خططكم المستقبلية؟ هل من خدمات جديدة تعملون عليها للاستمرار في هذا المستوى المتقدم؟ احنا طبعا عندنا عدة خطط، فنواصل العمل على تقديم مزيد من الخدمات والمبادرات اللي تصب نحو تعزيز ثقافة الدفع واعتبار الخيار المفضل. فمثلا عندنا مشروع تحسين واجهة الخدمات في تطبيق بنفت باي وإدارة المصروفات والمدفوعات، بحيث يمكن العميل التعرف على كافة المدفوعات والتحويلات برسومات بيانية، يعني على شكل جرافيكال راح تكون ان شاء الله، وهذا طبعا راح يعزز من الدفع الالكتروني بدل الكاش، لان العميل يعرف كيف وين تم استخدام الدفع.
وفي عندنا فكره او في عندنا فكره منصه الجامعه لقروض التحويلات الدوليه والتامين اللي طبعا يعرف بالماركت بليس، حيث يستطيع العميل التعرف على افضل الاسعار والمقارنات العروض اللي تقدمها البنوك وشركات الصرافه والتامين، وكلها ان شاء الله مبادرات تشجع التحول الرقمي للمدفوعات. بالتاكيد السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركه بنفت، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. يشهد قطاع السفر والسياحة في اليونان ازدهارا في موسمه الثاني بعد إغلاق دام لعامين بسبب جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يساهم القطاع ب 39 مليار و 200 مليون يورو في الاقتصاد اليوناني بحلول نهاية عام 2023. عام قياسي آخر يشهد قطاع السياحة في اليونان بعد عامين من الإغلاق بسبب جائحة كورونا. فبحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة أن قطاع السياحة في اليونان يقترب إن لم يتجاوز من مستوياته ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2023. والمتوقع أن يساهم القطاع ب 39.2 مليار يورو في الاقتصاد اليوناني، وهو أقل بنسبة 4% فقط من أعلى مستوى له قبل الوباء، والبالغ 40.8 مليار يورو في عام 2019 بحسب موقع شنغن فيزا انفورميشن. هذا الموسم هو الثاني بعد إغلاق عامين بسبب الجائحة، وهو موسم ازدهار في قطاع السفر والسياحة، والرائد الذي يمثل خمس إيرادات الناتج المحلي. الحكومة اليونانية تسير على استراتيجيتها المبنية على الدعم الكامل لهذا القطاع لأجل تعويض الخسائر التي لحقت به جراء الجائحة. وبحسب البيانات السابقة أن قطاع السياحة والسفر في اليونان شهد نمواً كبيراً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزادت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنحو 50 أي 38.2% لتصل إلى حوالي 38 مليار يورو، والتي تمثل 18.5% من الاقتصاد اليوناني. متى كورونا لا زلنا نعاني من آثار خسائر الجائحة، ولكن المؤشرات على الأرض توحي بازدهار السياحة هذا الموسم، أيضا من خلال وفود عشرات الملايين من السياح إلى المدن اليونانية من شتى بقاع العالم. وفي ظل هذا الانتعاش والنمو تزدهر الأسواق والأماكن السياحية والتاريخية في المدن والجزر اليونانية التي تعج بالسياح من جميع الجنسيات. ولا شك أن حرائق الغابات التي اجتاحت مؤخرا العديد من المدن والجزر اليونانية ألقت بظلال ثقيلة على سوق السياحة، غير أن المختصين قللوا من ذلك التأثير بسبب قدرة السلطات اليونانية على اجتياز المحنة من خلال السيطرة على تلك الحرائق بسرعة. سامن فخري، تلفزيون البحرين، أثينا. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.